السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بقى في موقع خاص بالمحامي الشخصي بتاعك، بيبدأ يسألك بعض الأسئلة ويقول لك المفروض تعمل ايه. وعلى فكرة في محاكم بقت تسمح ان المحامي بيبقى واقف وحاطط السماعة في ودنه وبيسأل شات جي بي تي ويقول هو الإجابة بدل شات جي بي تي، فأصبح فعلا فكرة ان المحامي موجود في المحاكم، يعني فكرة موجودة اهو، مجرد ان هو بيسألك بعض الحاجات فانت تبدأ تختار وتكتب له السؤال ويجيب لك الإجابة. تمام، دي اللايبراري اللي موجودة، بحيث ان انت سؤال معين مثلا عن مخالفات المرور، سؤال معين زي دي ترتكب جريمة محدش ياخد باله، مجرد تكتب الحاجة فيبدأ ان هو يجيب لك الإجابة وايه الخطوات اللي المفروض ان انت تعملها. بس خلي بالنا لان طبعا ممكن تكونش مغذى بالقوانين العربية، فعشان ما تروحش في داهية يعني ركز له، قول له انا بتكلم في القانون كذا، فهو يبدأ ان هو يجاوبك. وفي تجريب انك تقدر تجربه من غير ما تدفع فلوس، من غير ما تدفع فلوس الاستشارة.